اهلا البنات، خليكم معايا. غادي نشارك معكم كوموند ديال هاد المره ديال منشين. غادي نبدا لكم باول حاجه اللي ما عرفتش كيفاش غنسمي لكم صراحه، واش غندوره ولا عبايه. مهم مودرنه هانتوما هنا كما كتشوفوا، صراحه كتجي خطيره في اللبسه، كتجي واعره نيقه في اللبسه ديالها. هانتوما تقدروا تلبسوها هكا في مناسبات او لكشو معروضين. المهم هنا البنات راه ما مصلوحين ما والو، ومع الحمالة ما قدرتش نقيسهم لكم هذه المرة. المهم صراحة كتجي واعرة في اللبسة، ديجا قيستها نتوما، كتجي عريضة الشكل ديالها بحال شكل اوفر سايز، فيها هاد لي بيومي هنا في لي مانيكي كما كتشوفوا، وفيها حتى هنايا من التحت. المهم كتجي واعرة في اللبسة، التيستو ديالها زوين رطب نتوما. انا غادي نوريها لكم الملبوسه على العريضه غير باش تشوفوا كيفاش كتجي. المهم راه كتجي بحال القندوره، كتجي عريضه هي. هنا انا خديت فيها الطاي ال، يعني خذوا حتى طاي صغر من الطاي ديالكم حيت كتلبس كبير. انا دابا تزاديت وليت كنلبس الاكس ال، وفي هذه خديت غير الال بما يعني كتجي عريضه هكا في اللبسه ديالها، وجاتني هي هذيك حسن. بنات خديت لي هاد الصبيبيط هذا كما كتشوفوا، اللي صراحه هو صدق واعر في الكواليتي ديالو. هانتوما راه يعني باين في الفيديو، ما نحتاجش كاع نشكروا لكم صراحه، الكواليتي ديالو صدقات خطيره. هذا فهادو البنات انا ديما كناخذ طايين بيو، يلاه كيجوني هما هادوك. يعني الا كنتو كتلبسوا الترينتانوفي خذوا الكورانتا، وباي عاوتاني على حسب الرجل ديالكم. انا رجليا شويه عامرين، يعني ديما كناخذ شي طايين بيو. اما الا كانت رجليكم ضعيفه خذوا غير الطايه ديالكم راه تجيكم مزيانه. المهم خديت هاد الشكل هذا اللي غادي يجيو مع هاد العبايه نيت او غندوره، ونستغلهم يعني حتى في لبسات اخرين علاش لا. وكيجيو مريحين البنات هادو في اللبسه، راه ديجا انا واخده منهم حيت عندهم الطاكو غير صغير ماشي عالي. هاد الصبيبيطه البنات خديت حتى هاد لا بورصه بحال شكل بوشيطه. هانتوما الشكل ديالها كيفاش كتجي، تقدروا تستغلوا حتى كوم لي بوشيطه، يعني تحيدوا لا السمطه ديالها راه كتحيد، او كتخليوها بحال هكايا. المهم هادي راه ماشي ديال ماشي يعني ديال الصباط، غير حاولت ناخد شي حاجه هكا قريبه ليه، وصراحه جا زوين. تعطوني الراي ديالكم، وحتى لا كواليتي ديالو البنات صراحه غزاله. هانتوما انا كنحاول نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. وكيف العاده هنا البنات راه غنخلي لكم كل حاجه، غنخلي لكم الايدي ديالها واللينك ديالها في لا ديسكريبسيون مع الكود برومو كلشي. البنات بغيت نشارك معكم هاد التاني اونسومبل اللي صراحه صدق خطير في التوب ديالو وحتى في الشكل ديالو. هاد المهم كما كتعرفوا هاد العام لي كيمون عاوتاني رجعوا عليهم بزاف دارجين على الموضه. هذا كيجي البنات بالسروال ديالو، ها نتوما. المهم انا خديت فيه هاد الباج، انا الباج كيحمقني، وكتقدري تابيني مع كاع الالوان. التوب ديالو صدق واعر، ها نتوما كما كتشوفوا كريب طايح لي جيرو، كيجي واعر في اللبسه يعني مستور. حتى بالنسبه هكا للصيف بارد تقدروا تخرجوا منه بزاف ديال الاوتشيت، يعني مثلا غير هاد الكيمونو هذا هانتوما راه طويل حتى لتحت، لبسوا مع جينز وغير تي شورت هكا من التحت. السروال ديالو كيجي هكا شارلي عريض، حتى هو تقدروا تستغلوا مع حوايج اخرى علاش لا. المهم البنات انا هذا خديت فيه الاكس ال بما تزاديش في الوزن مع الحماله، خديت الاكس ال يلاه جاتني. المهم البنات هذا غير خدوه على حسابي، عرفتي كيجي واعر في اللبسه هذا، وكيجي مريح بزاف، والثوب ديالو بارد يعني دابا راكم عارفين جاي غير الصيف. وبالنسبه لهاد الاونسومبل البنات خديت لي هاد الصبيبيط هذا هكا في المارو كما كتشوفوا، تقدروا تلبسوا غير مع السبرديله، يعني تقدروا كما قلت لكم تخرجوا منه تلبسوا كيف ما بغيتي، سواء سبور سواء كلاس
الا بغيتو تلبسوه كلاس خذوا معاه حتى الصبيبطه البنات عشان نتوما تقوا عرفتها هو فتاف لا كواليتا ديالو. باش ما نشوف واش غادي يبان لكم دابا واضح ولا لا، او تقدروا يعني تلبسوه غير مع سبرديله بحال هكا كومودو بير توتي جورني، ولا بغيتو تلبسوه هكا شويه كلاس يجيكم انيق في لبساك شو معروضين ولا هذا خذوا لي شي صبيبط بحال هذا حتى هما كيجيو مريحين. بالنسبه لهاد الصبيبطه البنات خديت لي هاد الساك هذا اللي كيجي بحال هكا ميني، انا كيحمقوني هاد السيكانت الصغار غتكونوا لاحظتوها السيكانت تقريبا ديالي كاملين صغار بحال هكا ما كيعجبونيش هادوك الكبار بزاف. وتا هو البنات في لاكواليتي صدق واعر، نحاول بلاتي نصور لكم مزيان. ها نتوما البنات شوفوا الشكل ديالو كيفاش داير، عرفت البنات حتى في الكواليتي صدقاش فن. ها نتوما راه الفيديو كيبان موضح من طبيعة الحال، هو راه عنده السميطه البنات غير باقا ما جبدتهاش كاينه لداخل. وهنا ابينيشو مع هاد لي سكاربي، واخا الساك شويه غامق على الصبيبيط ولكن ملي كتهزي الفوق هكا ما كيبانش بزاف الفرق. ها نتوما البنات ولي كيجاكم هاد لابينامينتو تقدروا ديروا معاه فولار في المارونيت. وهنا البنات ثالث انصومبل اللي هو صراحه خطير بحالو بحال داك الباج، غير هذا المشكل خديت طايه صغيره على الطاي ديالي، خديت الال وجاتني مزيره، الكيمونو جاني ولكن السروال ما جانيش ان شاء الله نلبسو نهار من العاف. خديت فيه هذا الفيردي اكوا نتوما كما كتشوفوا لونات صيفيه حتى هو كيجي زوين، تقدروا تعبينيه مع شحال من حاجه مع المارو مع الباج. المهم هنا كما كتعرفوا دابا الالوان ولات كتمسكيها يعني كيجيو زوينين. ها نتوما شوفوا هاد المسمبل ديال الساك والصباط المارو مع الفيردي اكوا كيفاش عطا صراحه. المهم تاهو البنات التوب ديالو خطير زوين، شوف حتى في الخياطه ديالو لا ريفينيسيون ديالو صراحه زوينه. تاهو كيجي السروال ديالو هكا يعني شارلي عريض، وكيف العاده كما قلت لكم يعني تقدروا تستغلوا مع حوايج اخرى علاش لا. المهم البنات كيجي واعر في اللبسه، كيجي مستور مريح. هذا خذوا طاي كبر من ديالكم ما كيلبسش بزاف، يعني كش كتلبسوا الال لبسوا يعني خذوا فيه الاكس ال. البنات عندنا هذا الكيمونو حتى هو صراحه هو صدق زوين، هذا شويه كيجي ترانسبارانتي ها انتم ولكن كيجي زوين في اللبسه. انا غادي نوريه لكم ملبوس، هذا كنت لبسته كيجي مع الفولار ديالو، هذا راه الفولار ديالو البنات في اليد هكا. ها انتم البنات كيجي مفتوح، وهذا الفولار ديالو كما كتشوفوا راه ماشي طاكاتو البنات، راه غير حاطاه هكا من الفوق، ولي مانيكي كيجيو بحال هكا. ها انتم كيجي جو عريض. المهم كيجي جو زوين البنات في اللبسه مريح، تقدروا تلبسوا لك شو معروضين. البنات اخر كيمونو نشارك معكم اللي هو هذا، خديتو في التيركوا وكيجيو فيه هذا الرشماش هكا جيومتريكي من هنايا كما كتشوفوا. هذا خديت فيه الاله البنات، جاني هو هذاك حساب يعني خذوا الطايه ديالكم يعني واخا تزاديت انا في الوزن خديت طايه مينو يعني دابا راه وليت كنلبس الاكس ال، خديت الال وجاتني هي هذيك حساب. كيجي واعر حتى هو البنات في اللبسه، تقدر تلبسو مع شي جينز بحال هكا يا شي قوي من جمل تحت في البياض، ولا شي تي شورت المهم على حسب نتوما كيفاش بغيتو تلبسوه. المهم كيجي واعر البنات، التوب حتى هو ديالو زوين كراب حتى هو طايح نتوما كما كتشوفوا الفيديو. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليومين ينال اعجابكم. صراحه هاد لي كيمونو زوينين بحال هكا بالنسبه للصيف، كما قلت لكم دارجين بزاف هاد العام على الموضه، غتلقاهم يعني بكثرة حتى في السوق، كاينين البلديين اللي كيتلبسوا بحال هكايا في المناسبات، وكاينين حتى هادو اللي كيكونوا هكا سبور. وراه في الشينا البنات كاينين حتى بزاف الموديلات، كاينين حتى دوك اللي كيكونوا هكا قصار يعني بحال بالنسبه اللي كتقول لك انا قصيره ما نقدرش نلبس بحال هادو هكا طوال، راه كاينين حتى الكيمونوات هكا قصار. ايوا هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ديال اليوم
باش ما يعني باش مخلوش على اختكم باللي لايك والدعم ديالكم والبارطاج ديال الفيديو. وكيف العاده مع السلامه، خليت لكم الراحه.